رئيس قسم الرياضيات والعلوم الحاسبة بكلية العلوم بورسعيد. النهارده احنا في قمة السعادة في افتتاح معمل أحد المشاريع البحثية التي فازت في المسابقات قبل، وهذا المعمل إن شاء الله طفرة جديدة في كلية العلوم جامعة بورسعيد قسم الرياضيات والعلوم الحاسبة، لأن المعمل ده هيساعد باحثين كتير سواء من بره سواء من جوه من داخل الكلية أو من داخل الجامعة أو في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة والنظم الخبيرة الخاصة بكل التخصصات وليست في مجال الرياضيات وعلوم الحاسب فقط، ولكن يمكن تطبيق واستخدام هذا المعمل وتوظيفه لكل الباحثين في كل المجالات من علم النفس حتى الجغرافيا حتى الرياضيات